احنا اتكلمنا عن التدبر المرة اللي فاتت، قلنا ان التدبر في اللغة هو مصدر تدبر، واصل الكلمة الدال والباء والراء، وبتدل على اخر الشيء وخلفه، وان التدبر بمعناه العام التفكر في عقوبة الشيء وما يقول اليه، والتدبر بمعناه الشرعي النظر الى ما وراء الالفاظ من المعاني والعبر والمقاصد، وده بيثمر علوم نافعة واعمال ذكية، وبيثمر يعني تزكية النفس وتحريك الجوارح. التدبر هو تحريك القلب بالقرآن، وعندما يتحرك القلب بالقرآن تتأثر الجوارح. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مبادئ تدبر القرآن الكريم بصورة عامة، إن ده اللي احنا هنشرحه في خلال الدورة، وقلنا إن أنا عندي بالنسبة لمبادئ تدبر القرآن الكريم محتاج أعرف إيه هي مستويات التدبر. في التدبر على مستوى الحرف، التدبر على مستوى الكلمة، التدبر على مستوى الآية، التدبر على مستوى الصورة، والتدبر على مستوى الكتاب. هنعرض كل واحد على في خلال الدورة. قلنا مهم في مبادئ التدبر تحديد الهدف. بدون تحديد الهدف يعني إن أنا مش هقدر أعرف أخرج بنتيجة، أو يعني هكون يعني زي يعني فتيه كده مش قادر أوصل أنا محتاج إيه، طب أنا محتاج أحسن إيه. يعني لابد إن الأهداف، إن أنا يعني الأهداف أصلا في الإدارة بتبقى ليها معايير، من إن هو يعني تكون محددة ويسهل قياسها وبيتم متابعتها وما شابه. اتكلمنا على مهم سؤال الآيات أو تصوير القرآن أو زي العصف الذهني مع الآيات، وهو التعايش مع الآية. فأنا بستحضر أسئلة كثيرة جدا حوالين الآية بحيث إن أنا أقدر أستخرج منها هدايات، وبالتالي يكون في أعمال أقدر أطبقها. وقلنا إن إحنا بنتدبر سواء على مستوى الكلمة، والكلمة دي بتشمل مشتقات الكلمة أو تضاد الكلمة. يعني مثلا لو قلنا إن الإيمان التضاد بتاعه الكفر، فأنا ممكن أفهم معاني الإيمان من مشتقات الإيمان أو من التضاد بتاع الكفر والنفاق وما شابه. كلمات بذات المعنى، وهل الكلمة لها معنى واحد أو معاني؟ السياق بتاع الكلمة بيختلف، ويمكن ده بيظهر لنا في التدبر على مستوى الآية. إن التدبر على مستوى الآية بيدي للكلمة زي وكأني دخلت الكلمة في جملة، هل هو ما سيظهر معناها يعني. فالآية لها سياق، فأنا ببقى حريص إن أنا أفهم إيه هو السياق دوت. تمام. التدبر على مستوى الصورة، شوف الصورة، موضوع الصورة، هل الصورة موضوع واحد أو أكثر من موضوع؟ هل يعني طبعا بيرتبط بالهدف، يعني أنا لو محدد الهدف مثلا أنا ببحث إيه في الصورة، فده بالتالي بعرف أنا هتدبر إيه في الصورة بالظبط. هل أنا ببحث عن معاني؟ هل أنا ببحث عن إعراب؟ هل ببحث عن بلاغة؟ هل ببحث عن حل مشكلة ما؟ هل ببحث عن تزكية للنفس أو تحسين خلق أو إيجاد مخرج مثلا؟ زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت إن التقوى ومن لا يجعل له مخرجا، فأي حد بيمر في ضيق لازم يضع ده في معياره وفي باله. التدبر على مستوى الكتاب اللي هو القرآن الكريم، محتاج إن أنا أتبع الموضوعات في الصورة وفي القرآن، وفي ترابط بين آيات الصورة الواحدة وترابط بين الصور وبعضها. اتكلمنا إن إحنا ندخل على القرآن بأفكار مسبقة، يعني إن أنا عندما أدخل على القرآن الكريم أنا بدخل بأتأدب، إن أنا بتعلم من الله سبحانه وتعالى، من كلام الله سبحانه وتعالى. فبالتالي إن أنا المفترض إن هو ده الأصل، وما شابه فراجع أفكاري على ذلك يعني. تمام. وفي المعنى القرآني والمعنى الاصطلاحي، زي ما احنا قلنا مثلا التدبر ليه معنى لغوي، وفي ليه معنى اصطلاحي ومعنى شرعي، فبفهم ده من خلال الآيات. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا وقلنا إن احنا هناخد تمرين إن أنا هقرأ سورة الفاتحة، هحدد الهدف من القراءة، وهبدأ أثير أسئلة. ليه بحاول إن أنا أثير أسئلة؟ عشان أقدر أوصل إن أنا يعني اتعايش مع الايه. زي ما قلنا بنقرا السوره بنكرر القراءه، وكل مره في اثناء القراءه بادون الاسئله اللي موجوده. تدوين الاسئله ده بيفيدني في ان انا
بقدر احدد ايه هو اللي مطلوب مني بالظبط من الصوره. بقدر ان انا اتعايش مع الصوره اكتر، بشوف هل ده هيأثر معايا في الخشوع ام لا. اخترنا صوره احنا بنقراها في الفروض ده 17 مره، اذا اضفنا ليها صلاه القيام وصلنا للعدد اصلا ما يقرب من، يعني احنا بنتكلم تقريبا في 30، هنقرا الصوره 30 مره في اليوم. ولو احنا قلنا بس هندي الصوره وقت اطول، بحيث ان انا بحاول افكر في المعاني وانا بقراها، ده ممكن يبقى تمرين للخشوع. احنا اتكلمنا برضو عن وسائل يعني بتعين على الانتفاع بالقران الكريم، فانا يعني مهم جدا ان انا باجتهد ويعني بتعامل مع القران الكريم انه هو وحي من الله سبحانه وتعالى، وكانه يعني يتنزل علي الان. القران الكريم نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه لنا، ونحن يعني ورثنا ذلك الكتاب، فهو يعني من يلتزم به وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلن يضل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. فمهم جدا إن أنا أجتهد وإن أنا أتعامل مع القرآن الكريم بهذا الشكل، مهم إن أنا أتعامل مع القرآن الكريم إن أنا أتنزل على القلب، يعني مش مجرد إن أنا يعني بأحرك لساني وأعجل به وأنا يعني هو لم يصل إلى قلبي، وبالتالي يعني هكون مثلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. يعني فالله سبحانه وتعالى وصفهم كمثل الحمار يحمل أسفار، هو عنده الكتب ويمكن قراءها، ولكنه يعني بيخالفها، سواء ان هو بيحرفها عمد او ان هو لم يفهمها او ان هو لم يعمل بها، فهو كمثل الحمار يحمل أسفار. وده التشبيه ده يعني جاء في سورة الجمعة، فهي تقريبا هو العيد بتاعنا اصلا. أكيد الكلام ده يعني دي يعني زي تنبيه، يعني ما ينفعش إن احنا نقع في نفس الخطأ. احنا قلنا إن برضو إن التدبر إن أنا ما أقدرش، أنا بس عايز أشوف في صوت ولا لأ، لأن أنا عندي مشكلة في النت، فحابب أتأكد. اكتبوا لي على الشات كده لو سامعين، اكتبوا رقم 2. ألو، تمام، يعني صوتي واضح يا جماعة الناس كلها؟ طب تمام كويس الحمد لله. قلنا إن إحنا ما نقدرش نتدبر غير لما نفهم المعنى الإجمالي للآية. يعني إيه المعنى الإجمالي؟ يكون الآية معناها واضح، يعني مش لازم إن أنا أقرأ مثلا أكتر من كتاب التفسير عشان أقدر أتدبر في الآية. يكفيني يعني في البداية أنا بتكلم برضو في البداية. طبعا إحنا كلما تعمقنا كلما سنجد إن إحنا يعني احنا طلبة علم، كلما استزدت في العلم وجدت انك تحتاج الى المزيد. ولكن انا عايز ابدا، فببدا من ان انا بتدبر في المعنى الاجمالي. وصلت للتدبر في المعنى الاجمالي اللي هو المعنى بصورة عامة، فببدا افكر طب انا ازاي هطبق الآية دي؟ طب هي بتخاطبني ازاي؟ هل دي فيها حل للمشكلة اللي انا بعاني منها؟ هل اصلا فيها سلوك المفترض ان انا اتبعه؟ هل فيها اصلا سلوك انا بخالفه والمفترض ان انا انتهي عنه، او ان انا يعني سواء ترغيب او ترهيب؟ محتاج ان انا اقرا بترتيل وصوت مسموع، يعني زي ما احنا بنقول بنستحضر اكثر من حاسه ادراكيه. فانا عندي مثلا حاسه، يعني انا بتكلم وبستمع وبنظر وبستحضر في ذهني، فده ادعى للتركيز. فانا بحاول ان انا يعني أركز وأتعايش مع القرآن قدر الإمكان. تمام؟ الإكثار من التلاوة، طبعا الإكثار من التلاوة مع التطبيق اللي إحنا بنقوله ده، هنجد إن إحنا بنحل الإشكالية اللي هما بيتكلموا عليها. طب أنا أقرأ كتير ولا إن أنا أتدبر؟ هو ده هيبقى سبب لده. وما إحنا اللي إحنا بنقوله إن أنت ما ينفعش إنك تمر على الآيات كده وكأنك يعني ما ينفعش إن أنا أقرأ آية النهاردة مثلا وأخالفها، يعني فإحنا بنقول يا جماعة انتبهوا. انتوا بتقرأوا كلام الله سبحانه وتعالى ووحي من الله سبحانه وتعالى، المطلوب مننا ان احنا نقول سمعنا واطعنا. طيب القرآن ده نفسه اصلا نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم منجما، يعني نزل حسب الموضوعات وحسب الاحداث. ليه؟ عشان الله سبحانه وتعالى يثبت به في وقت. كان ممكن ان هو الكفار لا نزل القرآن ده مره واحده.
ولكن في حكمة من كده. ده أشبه بقى، طب أنا عندما أتعايش مع الآية، تمام، في أوقات يعني ستجد أنها نافعة من الله سبحانه وتعالى، أن الآية دي يعني وكأنها أنزلت عليك، لأنك فجأة تجد فيها مخرج لمشكلة أنت بتعاني منها. فجأة إن أنت مثلا كنت في حالة نفسية سيئة، وتجد أن الآية دي نزلت يعني أنزلت السكينة على قلبك. ده كلام الله سبحانه وتعالى. من أنزل هذا الكلام هو خالقك وأدرى بك، هو يعلم، وهو الذي يجد لك مخرجا، وهو الذي يرزقك. والحالة النفسية دي يعني بيبقى رزق من الله سبحانه وتعالى، إن أنت تخرج من الهم ومثلا الحزن عن طريق إنك بعض الآيات تأثر فيك. ده يعني ده مش حاجة، مش خيال يعني، ده حاجة حقيقية فعلا، والناس بتلمسها. أيضا إن أنا الدعاء، إن أنا بسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم وأن يعلمني وأن يهديني. كل يوم في سورة الفتح اللي احنا قرأناها، وكان فيها تمرين بندعو اهدنا الصراط المستقيم، يعني ده بنكرر، نريد أن نهتدي إلى الصراط المستقيم، تمام، لأن من سيهتدي إلى الصراط المستقيم، احنا ممكن نقول إن هو ده الهدى، يعني فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني ده ما أهبط الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم، وقال يعني اهبطوا منها فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا هو الهدى الذي احنا بنحاول ان احنا نتبعه. فدي الوسائل، يعني ان انا احاول ان انا اخلي القران ده يتنزل على قلبي، عشان الخصها بفهم المعنى الاجمالي للايات. بعد كده بستخدم اكتر من حاسه، اكثر من التلاوه، بدعو الله سبحانه وتعالى ان يهديني، تمام. واتكلمنا برضو ان احنا في وسائل، يعني ممكن تمنعني من الاستفادة من القرآن الكريم، إن أنا ما عنديش هدف، ما فيش نية أصلا مبتدأ يعني، أو إن أنا يعني أنا بقرأ وخلاص يعني، يعني أنا ولا جبت القرآن يعني مثلا فبقرأ. هو كون إن أنت بدأت تتلو ده حد ذاته شيء كويس يعني، نقول إيه، ممكن إن إحنا لو وضعنا ليه هدف أو حطينا نية، دي تصلح العمل، النية بتصلح العمل، تمام. فلماذا يعني أضن على نفسي وأترك مثلا ثواب ممكن إن أنا أتحصل عليه بوضع نية مثلا، هو هدف. اختلاط النوايا، هو الهدف مرتبط بالنية، فأنا لو مفيش نية أصلا محددة فأنا مش عارف أصلا هعمل إيه، تمام. الكفر بالآخرة وعبادة المادة، إحنا عارفين الكفار يعني اللي هم الكفار المعاندين، مش الكافر اللي هو يريد أن يهتدي إلى الحق، لا، هو كافر معاند، يعني هو بيجادل، وان هو يعني يرفض اصلا عهد بكبر، يعني هتلاقينا في النقطتين اللي جنبهم هو بيرفض اصلا ان هو يتبع الحق. فنجد ان القران بيزيد ضلال دنيتي، يعني هو عندما يستمع الى القران فالكبر عنده والمجادله اساسا في الحق بيصرفه عن الحق، في حين ان المؤمن اللي هو مؤهل نفسه، لا، كلما او اللي هو من يعني لم يكن مؤمنا ولكنه يبحث عن الحق، عندما يعني يتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، فإنه يجد يعلم ويتيقن أنها من عند الله فيؤمن. بنكرر تاني، إحنا بنقبل على القرآن بألسنتنا أو بقلوبنا. النقطة دي يعني هي الجوهر بتاع التدبر، يعني الله سبحانه وتعالى يعني قال كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فتنزيل القرآن كان على القلب، وانت عشان تستشعر بهذا القرآن يعني لابد أن يتجاوز اللسان، يعني لن يكون يعني مجرد ترديد باللسان أو رؤية بالعين، لازم أنك تستشعر به على قلب. وده هيجي بالمعايش، أنك بتتعايش مع الآية، بتكررها وتفكر فيه. شو بس لو في حاجة، تمام، الصوت واضح برضه يا جماعة، نكتب مثلا ثلاثة عشان شوف انتوا صحيين والصوت واضح ولا لأ. اللي سامع صوتي يكتب رقم 3. ألو، طيب، تمام. فتلخيص اللي احنا قلناه ده، يعني حاول انك ترجع القرآن تنزل على قلب، تمام. ده هيكون معاه ان انا عشان ان قلبي يتدبر هذا الكلام لازم اكون فاهم المعنى الاجمالي، تمام، لازم يكون في عندي نية أصلا إن أنا أنتفع بهذا القرآن الكريم. أنا عايز أقول سمعنا وأطعنا، مش عايز إن أنا يعني أفهم هذا القرآن وأقول زي ما الكفار كانوا بيقولوا إن أنا
عامله جنب اي حاجه كده، بحيث ان انا ما استفدش منه اصلا. يعني بستمع القران مثلا وانا بعمل كذا حاجه مع بعض، فانا مش محدد اصلا ان هي بتاعتي. طيب اركان التدبر، اي حاجه لها اركان، دايما الاسلام ليه اركان، كل حاجه لها اركان. فانا عندي 3 اركان للتدبر، عندي المتدبر اللي هو انت او انا او اي حد من الموجودين معانا، وعمليه التدبر الايه اللي هنعمله عشان نتدبر، والكلام المتدبر اللي هو القران الكريم. ممكن يكون واحد بيتدبر في امر تاني، يعني ممكن مثلا بالنسبه للكون بيتفكر مثلا هو، والتفكر يعني ده يتدبر، التفكر هو يعني التفكير، ويعني في آيات خلق الله في الإنسان وفي النفس وفي الكون، فدوت برضو بيبقى من محفزات الإيمان يعني. فأنا عندي الكلام اللي أنا بتدبره، فهنا هنقول اللي هو القرآن الكريم، إحنا بنتكلم على تدبر القرآن الكريم وعملية التدبر إيه؟ هتدبر إزاي؟ والمتدبر أنت، تمام؟ طيب شروط التدبر إيه بقى؟ زي ما إحنا قلنا الأساس هو القلب، قلب حي ذكي صافي سليم. أنا نيتي إن أنا أتعلم هذا القرآن الكريم لأنتفع به. ممكن في واحد نيته إن هو عايز يتعلم عشان يتباهى على الناس والعلم، لا، إحنا بنحاول إن إحنا نحسن النية. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانت يعني كان يقوم يتلو علينا آياته ويزكينا، التزكية اللي هي مرادفة يعني تهيئة القلب لاستقبال هذا القرآن الكريم. دي نقطة مهمة جدا، لازم القلب بتاعي أحاول أن أصلحه، ببعد عن الذنوب والمعاصي عشان أصلح قلبي، أكون دايما أكون يعني أحاول أن أدع يعني أجعل أكن يعني أتعامل وكأن الله سبحانه وتعالى يعني يرى كل عمل نعمل. والله سبحانه وتعالى فعلا يعني يرى كل عملك، ولكن انت هل تتذكر ذلك ام لا؟ هي دي النقطه. يبقى هنرجع تاني، القلب ده يبقى عندي فيه نيه، تمام. العمل انا دلوقتي احنا قلنا في اركان التدبر، قلنا المتدبر وعمليه التدبر وكلام المتدبر. طيب اما نتكلم بقى عن التدبر نفسه، او هنقول عمليه التدبر، أنا عندي في محل قابل اللي هو القلب، لازم القلب ده يكون مهيأ لاستقبال هذا القرآن الكريم، مهيأ لتنفيذ كلام الله سبحانه وتعالى عليه، ليمتثل له وليس ليخالفه، يعني يقول سمعنا وأطعنا، تمام؟ يعني سمعنا وأطعنا، فهو بيبحث عن كلام الله، يستقبل هذا الوحي، يعمل به، يحاسب نفسه عليه، تمام؟ يعلمه للناس، يعني. تمام؟ العمل التي عند القراءة أو الاستماع مع حضور القلب، برضو بنتكلم في ذات موضوع القلب، يعني موضوع القلب ده موضوع رئيسي وجوهري، ده بيجي مع التمرين وبيجي مع الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، بيجي مع اختيار الوقت المناسب، التركيز. زي ما احنا قلنا ان احنا ما نقدرش نتدبر شيء لا نعرف معناه، يعني انا هقول لك كلمات انا مش عارف معناها، فخلاص لو فاهم المعنى الاجمالي انا كده استطيع ان اتدبر. كلما فهمت اكتر كلما كان التدبر يعني والنتيجه افضل. يبقى احنا عرفنا شروط التدبر، عندنا القلب هو نقطه رئيسيه، وموضوع فهم الكلام، فهم الكلام ده ياتي اما ان انا الايه تكون واضحه ان هي الله سبحانه وتعالى يسرها. ممكن يعني لو انا لغويا بعض الكلمات مش فاهمها بلجا الى مثلا احد الكتب المختصره في التفسير او كتاب بمعاني القران الكريم، فبالتالي انا فهمت الايه، ببدا ان انا افكر في الايه دي، تمام. طيب يعني هو الموضوع ده احنا بنكرره لي لان اهميته، يعني بعد ما احنا فهمنا معنى التدبر وفهمنا ان التدبر بيختلف عن التفسير، هنقول ان التفسير يعني يعني بمثابه فهم المعنى الاجمالي، تمام. وقلنا ان احنا في المحاضره اللي فاتت ان انا بتدبر فيما يخص القلب، فيما يخص الايمان، الحاجات اللي انا هعملها، ما بنتدبرش في احكام لان دي محتاجه متخصصين، ما بتدبرش عشان ان انا اصف شخص اخر بامور مثلا ان اقول ان هو منافق، لا، انا بتدبر ايات النفاق عشان انا انجو من النفاق وليس ان انا اتهم بها غيري. الامور اللي هتعيننا على التدبر زي ما احنا قلنا ان انا طلق السمع، يعني ان انا
بأهيئ نفسي لاستقبال كلام الله سبحانه وتعالى. فالإنصات يعني تمام، مهم جدا موضوع الإنصات، بأتدبر ما أسمعه تمام، وبستحضر قلبي، هو ده الإنصات. الإنصات مش مجرد إن أنا بستمع، الإنصات إن أنا الكلام اللي أنا بسمعه ده بحاول إن أنا أتفكر فيه تمام، وبعد كده إن أنا ومعاه بستحضر القلب تمام. عم بيقول لي 80 ناقص 8 على الشرايين. الاستعاذة، لأن طبعا الشيطان عندما تبدأ أو تشعر، مجرد ما تشعر في التدبر والاستفادة من القرآن الكريم، فهو يعني ده كده أنت بتحاول أن تهتدي إلى الصراط المستقيم، فهو أقسم أن هو سيقعدن لك إيه على الصراط المستقيم. لازم أن هو يحاول يصرفك عن الموضوع، بيصرفك بأكثر من طريقة بقى. أن هو ممكن يصرفك بأن أنت تسيب القراءة، او انك تنشغل بامر تاني، او ان انت افطر اقرا، مش مهم ان انت يعني ايه حاول تعمل كميه كبيره جدا، ومش مهم ان انت تفهم حاليا. ففي حاجات كثيره يعني ليه مداخل كثيره الشيطان، يعني هو راجل هو مجتهد يعني. طيب، ان انا افرغ نفسي من الشواغل، يعني مثلا يعني وانا بقرا القران او انا بحاول ان اتدبر، ما بقاش مشغول بحاجه تانية يعني. خلينا هنتدبر، حتى لو يعني لو هي ربع ساعة للتدبر خلاص، يعني قاعد بعمل ذهني في الموضوع ده، كل تركيزي وجوارحي والحواس الإدراكية بتاعتي شغالة في الموضوع ده، بختار الحل الأصلح في الوقت المناسب. يعني موضوع الوقت المناسب ده مهم جدا، وإحنا يعني نتدبر سورة المدثر وسورة المزمل قريبا، فهنجد إن اختيار وقت الليل ده بالذات وقت مهم جدا، لان معظم الناس بتعاني ان هو مشغول ومش قادر يلاقي الوقت الكويس للتدبر، فبالتالي اصلا هو يعني اذا قرأ الورد بتاعه هو شايف ان هو كده يعني خلاص، يعني هو عامل كده بالعافيه يعني نبقى اليوم متشغل. فنجد ان احنا سوره المدثر وسوره المزمل هي تتطرقت الى هذا الجانب. طيب، انا حابب ان احنا يعني نقف شويه ونتفاعل معاكم عشان نشوف نشوف الأول الأسئلة اللي انتوا بتكتبوها، وبعد كده نعمل مداخلات، وبعد كده نكمل بقية المحاضرة. طيب، الأستاذة أماني بتقول، طيب لو تقدري تتكلمي هيبقى أحسن، بحيث إن احنا لو متاح إنك تتكلمي أستاذة أماني، بحيث إن احنا نتناقش في النقطة دي. لو حابة تكلمي يعني اعملي ريز هاند اصلا، ويتاح لك انك تستخدم المايك. لا، ما هو فيش احراج، احنا بنتعلم عموما يعني خلاص يعني. بس هو الفكرة بالنسبة لسؤالك، احنا ما طلبناش نحو ولا بلاغة حاليا، احنا بنتكلم في المعنى الاجمالي، ده اللي احنا قلناه دلوقتي تمام. هو طبعا الامور الاخرى دي يعني تجعلك تصلي الى درجات اعلى، ولكن احنا خلينا نمشي مرحله مرحله. هفهم المعنى الاجمالي تمام. طيب، في بعض المعاني بتقف قدامك بتفتح التفسير او شرح الايه او معاني الكلمات تمام، ده مش بيوصلنا للتدبر، ده كده وصلني للفهم، انا كده وصلت للفهم. هوصل للتدبر ازاي بقى؟ ان انا بكرر الآية بسمعها، سواء إن أنا بستمع إليها أو بقرأها أكتر من مرة، ببدأ أفكر فيها، الآية دي فين مني؟ يعني أنا فين من الآية دي؟ أنا بطبق هذه الآية، الآية دي إيه الخطاب اللي فيها؟ إيه الأمر اللي فيها؟ إيه النهي اللي فيها؟ طيب، هل الآية دي بتحل مشكلة أنا موجود فيها؟ طيب، بفضل أسأل أسئلة كده، زي ما إحنا قلنا، الأسئلة دي بتجعلني أتعايش مع الآية، بكررها. وانا ماشي هتلاقي ان ذهني منشغل بيها، فمع الوقت هتلاقي ان انا تعايشت مع الايه وقت اطول، فبالتالي هجد بعد كده اما عندما يعني نصل الى مرحله متقدمه شويه، ببدا إن ازاي استخلص اجابات لهذه الايه. يعني مثلا مره فاتت اتكلمنا عن ومن يتق الله يجعل له مخرجا، طب احنا قلنا كده والله انا عايز مخرج،
عندي ضيق في الرزق، عندي مشكلة في المنزل، عندي مشكلة في العمل، فأنا في مخرج، ربنا وعد إن في مخرج. فيبقى أنا إيه اللي أنا عليا إن أنا أعمله؟ إن أنا أصل للتقوى. هنبدأ بعد كده مع الصبر، إزاي أصل للتقوى؟ هي هو ده بقى، ده هتلاقينا بنقرأ أكتر وبناكل القرآن أكتر، وكل آية بنقرأ الآية دي هل هي توصلني للتقوى؟ ما ده مخرج لمشكلة أنا فيها، وده وعد من الله سبحانه وتعالى، مش وعد مني أو منك أو من شخص يعني عادي. تمام، وصلت المعلومة؟ طيب احنا عايزين الناس تشارك بقى، لأن زي ما احنا قلنا الدورة تفاعلية، ولازم ان احنا يعني احنا هنقعد مع بعض دلوقتي وهنفتح آيات ونبدأ ان احنا نشوف الأسئلة ونثير أسئلة. هو ده تدريب مش محاضرة، احنا ده تدريب. دي المهارات يعني لا تكتسب إلا بالتدريب. التدريب ده بيخليني ان انا اكرر الآية ويبقى فيه زي مجلس للتدبر، والمعنى او السؤال الاخت او اخ هيثيره انا هبني عليه، فبالتالي احنا هتفعل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف نفسك. محمد صلاح. كان حابب اشارك بس في حتة التدبر في القرآن. في انا كنت بقع في مشكلة كده، ما اجي اتعمق جامد واقرأ في الآيات. طبعا ده نقص في بعض الامور الاساسيه زي النحو زي اللغه، الحاجات الاساسيه دي. فكنت ساعات بحس ان الايات بتتكرر، او بحس ان في تناقض بين ايه واخرى. استغفر الله العظيم، مش قصدي يعني، بس يعني كنت بحس بتشتت فظيع، وبالذات لما يعني مش في الايات الصغيره اللي احنا عارفين التفسير بتاعها، لا في يعني مثلا في ايه كبيره انا ما كنتش عارف تفسيرها. فلما اجي افكر جامد في الايات بحس ان الايه دي مذكوره قبل كده، طب هي اتذكرت تاني ليه؟ طب اكيد في سبب بس انا مش عارف اوصل له. فبتصدم بحاجات مثلا ان في حاجات لا، طب ما فوق في عكسها. لغويا ممكن اكون مخطئ، يعني لغويا اكيد انا مخطئ، ولكن ده اللي انا كنت بحس فيه. فبقيت اقرا القران لمجرد القراءه، مش عايز افكر جامد عشان ما اخش في شبهات او حاجات زي كده. فهل اللي انا كنت بحس بيه ده منطقي ولا انا ماشي غلط او ايه؟ تمام، شكرا لي. بص، هو في البدايه احنا الموضوع ده بيجي بالتدرج، يعني في البدايه انا عايز دلوقتي اتدرج. تمام، ففي الاول انا بتدبر ايه؟ بتدبر ما يصلح القلب عندي، بتدبر حل المشكله ما كده، وده ليه اصول وده هنتعلمها مع بعض. تمام، انت بقى اخترت ايه كبيره او ان ايه المعنى الاجمالي بتاعها مش واضح بالنسبه لك. تمام، انت شاكك ان ده كده في تناقض او كده، يبقى انا كده مش هقدر اتدبر الايه دي. عشان اقدر اتدبر الايه دي محتاج ان انا الم بجوانبها كلها. يعني مثلا انت بتتكلم ان في تكرار، ممكن ان انا هنبحث بقى في اسباب النزول، هنشوف المفسرين قالوا ايه، ان هو في بعض العلماء قال لك ما فيش تكرار في القران، كل موضوع يعني دي سبب. وممكن التكرار لان احنا بنتكلم في تدبر على مستوى الكلمه، اللي هو لو قلنا الموضوع، وفي تدبر على مستوى الايه، وفي تدبر على مستوى الصوره. فممكن يكون هو القصه اللي انت بتتكلم فيها مثلا قصه سيدنا موسى دي وردت في كذا سوره، هتلاقي ان كل صوره ليها سياق في الموضوع بترسخ معنى معين. فده مرحله متقدمه جدا، انت بتحاول ان انت تقفز لمرحله متقدمه جدا والادوات بتاعتك ضعيفه. فده هي هي هيخليك ان انت لا يعني مثلا هبدا مثلا في عايز ان انا اتعلم رياضه، فبدات مثلا بالمعادلات التفاضليه والتكامل كده، وانا ما عنديش اي اساسيات اصلا في الرياضه ده، يعني في اي علم اساسا. فالمفترض ان انا ان كل يعني كلما تعمقت في العلم، يعني مثلا تعمقت في النحو، مع الوقت انت هتجد انك ايه، لا انا محتاج اتعمق اكتر، تلاقيك ان انت بتتعلم النحو، ممكن تروح كورسات متخصصه او في اكاديميات بتعمل الموضوع ده في البلاغه، تبدا ان انت تستزيد. لكن في البدايه انا بشتغل، انا عندي التول بتاعتي ضعيفه، انا لغويا مش قوي، فانا محتاج ايه؟ انا محتاج افهم المعنى الاجمالي. بتكلم في الايه، انا مش هبحث في ذات الله مثلا في القرآن زي المتكلمين، مش هبحث عن أحكام، مش هبحث عن كذا، لا أنا بشوف إيه اللي يصلحني في البداية. بعد كده ده هيبقى دافع لي إن أنا أتعلم أكتر، لا ده أنا محتاج، أنا محروم من نعم كتيرة جدا، أنا لو تعلمت اللغة العربية بقيت أقوى فيها،
هتلاقي ان انا لا هستخرج حاجات اكتر، سواء الاعراب او النحو يعني او اللغه او كده. المشكله ان احنا يعني ضعاف في اللغه، لا في اللغه، فبالتالي ان انت هتلاقي محرومين من كثير من الفوائد. خلي الموضوع متدرج معايا، انت ايه رايك؟ طيب هل انا وصلت للنقطه اللي بتتكلم فيها؟ تمام محمد فعلا. الو، ايوه ايوه تمام، وصلت تمام جدا. انا بس كنت حبيت اشارك واوضح هيك النقطه اللي انا كنت بقع فيها قبل كده. ان شاء الله يعني املي ان احنا على مستوى الكورس احاول اتغلب على المشكله اللي كانت بتقابلني، ومتشكر جدا. شكرا ليك. مين حابب يا جماعة يشارك تاني عشان نكمل؟ اللي عنده مشكلة يتكلم، اللي فيها اللي في أي حاجة تخطر في بالكو ونتكلم فيها، بحيث إن هي نحل الإشكالية دي فنقدر نكمل ننطلق يعني زي ما بيقولوا. طيب بالنسبة للتمرين، إن يعني إحنا أصلا النهاردة هنطبق على موضوع سؤال الآيات، في حد قابلته مشاكل؟ في حد ما كانش فاهم إيه اللي المفروض نعمله من اللي حاولوا في التمرين مش أول مرة يحضر؟ طيب أنا كده هسأل باشمهندس أحمد عصام عشان الناس تتشجع، يعني هما هنتكلم مع بعض كده فالناس تتشجع. باشمهندس أحمد معايا؟ معاك يا دكتور. خلينا نتناقش عشان الناس من الواضح ان هي يعني قول لي اي اشكاليه قابلتك. هل انت حاولت تعمل التمرين مثلا؟ والحين انا فعلا انا بدات يعني احاول ان انا اجرب فيه، بس انا ما بداتش على ورق، وانا شغال يعني مثلا على الصوره نفسها. يعني انا جات لي اكتر من حاجه، يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي تعتبر آية في سورة الفاتحة، ومتاخدة في كل سورة في أول السورة دايما اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. فهل مثلا يعني إن ده رابط مثلا ما بين سورة الفاتحة وما بين كل السور، إن أول آية فيها ممتدة في كل السور؟ طيب لو هي الرابط، ليه في سورة اللي هي سورة التوبة. ليه ما بتبداش؟ ايوه التوبه اللي ما بتبداش بسم الله الرحمن الرحيم، ليه ما بداتش؟ يعني لو هي في رابط، هل مثلا ان الصوره دي مثلا يكون حاجه مثلا زياده، او رابطها مثلا ممكن ما يكونش موجود، بس يعني هو حاجه بهذا الشكل. تاني حاجه، العبادات او الذكر اللي موجود مع ربنا سبحانه وتعالى زي التسبيح والاستغفار وكذا، ان اول ذكر ذكر في الصوره هو الحمد. فليه الحمد بالذات؟ او يعني مثلا من الصوره مثلا، يعني مثلا بدل مثلا ما تبدا، يعني في بعض الصور بدات اللي هو بسبحان الله او حاجه زي كده، او سبح اسم ربك الاعلى، التسبيح وكده، لكن سوره الفاتحه بدات بالحمد لله، الحمد لله رب العالمين. وبعدين بقى اللي هي الايات كلها تذكير مثلا باليوم الاخر، وطبعا كان برضو الصراط المستقيم اللي هو ازاي الانسان يعرف ان هو حاد عن الصراط المستقيم او ما حادش، ده جانب. الاصناف طبعا، مين هم المغضوب عليهم، مين هم الضالين، وليه سبب التفرقه ما بينهم، يعني ليه في صنف لقبوا بالضالين وفي صنف لقب بالمغضوب عليهم. برضو الايه اللي هي اللي هو كلمه امين، يعني ديت مثلا، يعني احنا مثلا متعودين مثلا في الصلاه بعد ما لما نخلص سوره الفاتحه بنقول كلمه امين. ليه كلمه امين ما نزلتش كايه، او اساس الرد بتاعها لكلمه امين دي نزلت امتى؟ ولا اللي احنا بناخد ده مثلا اللي هو ده من السنه مثلا، والارتباط مثلا ما بين السنه وما بين القران الكريم، ان احنا مثلا في حاجات لازم الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها لنا مثلا زي بعض الآيات اللي احنا بنيجي فيها، فبنقول اللي هو ليس الله بأحكم الحاكمين، بيقول بلى الله أحكم الحاكمين. فهل ده تكامل ما بين السنة وما بين القرآن الكريم؟ فالحقيقة أنا الأسئلة اللي أثيرت عندي، يعني بقيت مثلا كل ما بجرب مثلا مع الفتح مرة واتنين، في يعني إيه، ألاقي نفسي بقى أفعل أكتر من حاجة بأكتر من أسلوب. بس الصراحة أغلب التدبر كنت بخليه وأنا مع نفسي، لأن وأنا في الصلاة مثلا، يعني لما حاولت مثلا أتجه شوية في صلاة جماعية،
كنت بلاقي مثلا واصل ان انا فاضل في 3 ايات في السوره، وطبعا الشيخ ركع، فمحتاج ايه اللي هي التدبر ربنا لوحدي كده، بحيث ايه اخد وقتي يعني الصراحه، يعني غير السرعه مثلا في الحاجه اللي زي كده، غير طبعا اللي هو اللي انا وانا ماسك لوحدي، غير التدبر في الصلاه نفسه، يعني اللي هو مسكت السوره لوحدي كده على جنب حاولت فيها الصراحه. انا اكتفيت اللي هو زي ما قلنا ان احنا مش هنجاوب على الاسئله دلوقتي، احنا بنحاول ان احنا نكرر اكتر من سؤال في اكتر من حاجه، فده الصراحه يعني اكتر الحاجات اللي كانت يعني ايه وقفت معايا في الموضوع يعني، او دي الاسئله اللي انا شفتها وبفكر ان انا ادور على اجابات ليها. تمام جدا، هو ده التمرين فعلا. انا مش عايز اجابات دلوقتي، لان الاجابات دي يعني انت ممكن تجدها في بعض الاجابات هتلاقيها عندما تدبر على مستوى الايه او السوره او القران، في بعض الاجابات بعد كده هتجدها في كتب التفسير، في بعض الاجابات مش موجوده غير عند العلماء المتخصصين. ولكن الفكره زي ما انت بتقول ان بحاول ان انا اثير اسئله، دي بدات توصلك لان انت في معاني اصلا انت ما كنتش بتلمسها وانت بتقرا السوره، انت بتقرا السوره من يعني من اول ما تعلمت القراءه، ولكن في بعض المعاني انت بدات اول مره تفكر فيها يمكن بعد 10 ولا 15 ولا 20 سنه من قراءه السوره. فده اللي احنا بنحاول يعني نخلقه جوانا، انا ازاي استفيد من السوره. فده هيجي اول حاجه عن طريق الاسئله، السؤال ده بعد كده ان انت كمان هتعرف ازاي تسال السؤال صح، ازاي تسال السؤال اللي هيوصلك للموضوع ده. في علم التفكير وما شابه ان اهم حاجه السؤال، اذا انت سالت السؤال صح، خصوصا لو في يعني معظم الناس مثلا مهندسين او كده، ان السؤال الصحيح هو بدايه حل المشكله. يعني عشان ان انا اجد معنى، او ان انا عايز بقى ان انا زي ما احنا قلنا الغرض هو تهيئة القلب لاستقبال القرآن الكريم، وبالتالي الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى والعمل بهذا القرآن الكريم. وبعد كده بننتقل لمرحلة ده كمان، أنا مش هكتفي بكده بس، ده أنا بالتالي إن أنا هقوم بتعليمه ويبقى نوع من اللي هو من فرض على المسلمين، اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهي دي النقطة المهمة. معرفش أنت أنا اللي أنا سمعتك في الأول أنت ما كتبتش، معرفش، فالكتابة هتخليك يعني أما بتدون بعد كل قراءة هتلاقي إن أنت بعد كده بتشوف أولاً، طب ما إحنا هدفي إن أنا عايز هذه الإجابات، أنا مش هجيبها دلوقتي، طب إن أنا لو ما كتبتهاش أنا بعد شهر مش هفتكر أصلاً الإجابات دي، فبالتالي إن أنا هحتاج إن أنا أبدأ من الأول. اتفقنا؟ فهي دي النقطة. فالتجربة أنا شايف إن هي هو ده كان التمرين المطلوب فعلاً. ويمكن لو انا فهمت غلط ان انت ما دونتش الاسئله دي، ده يبقى محتاج تدونها وهتجد فرق. الموضوع ان هو طبعا القراءه لوحدك غير القراءه مع الامام، انت هتستمع الامام، هو الموضوع ده مع الوقت هتلاقي ان السرعه بتاعتك انت مجرد ما تقرا ممكن تقرا الايه مره هترد اسئله في ذهنك كده، لكن ده دي مهاره، المهاره ما بتجيش مره واحده، يعني زي الجري مثلا او اي تمرين، ده تمرين ذهني، تمرين الذهن ده لا محتاج ان انا تعايش، محتاج تمرين، محتاج ان انا بقى اهيئ القلب، اهيئ الذهن، توارد الافكار يبقى اسرع. بس انا بشكرك، التجربه مميزه الصراحه. في حد تاني يا جماعه حابب يشارك تجربته؟ لو حد حابب يكتب على الشات مفيش مشكله. طب أستاذة أماني أول مرة تحضر، أهلا بيك أستاذ بشار، أمين تتبع الدعاء. ما هو إحنا اتفقنا إن إحنا مش هنحاول، يعني إحنا بنثير أسئلة مش عشان إن أنا أجد إجابة، لأن أنا ممكن إن أنا أجاوب إجابة يعني أول إجابة تصل إلى دي، لا إحنا بعد كده إن إحنا هنجيب إجابات يعني أكثر عمقا، ومن القرآن الكريم أو من السنة النبوية اللي هي شارحة ومبينة القرآن الكريم، فبالتالي هتبقى اكثر عمقا وهيبقى فيها تعايش. يعني احنا زي ما احنا بنقول ايه، زي ما بتقعد تقرا قصه وتجد ان انت ممكن او بتتفرج على مثلا يعني فيلم او مسلسل او كده، وبتجد ان انت تاثرت وتعايشت معاه وتخيلت كده، احنا عايزين التخيل ده، عايزين التعايش مع القران الكريم ده، مش مجرد ان احنا بنقرا وكلام اللسان بيردده ولا يتجاوز الحلق، لا مش ده الهدف اصلا. اتفقنا يا جماعة؟
مين تاني عايز يقول التجربة بتاعته؟ طيب احنا الوقت عايزين هنبدأ في التمرين يعني، فلازم الناس هتتفاعل، ما اعرفش انت هتتفاعل ازاي كده. طب مين اللي مستعد يتفاعل عشان احنا هنبدأ التمرين؟ يعني هيكتب رقم 5 يعني عشان اعرف برضه انتوا موجودين ولا مش موجودين. اللي حابب يتفاعل كتابة يتفاعل كتابة، اللي حابب يتفاعل بصوت مفيش مشكلة. طيب ادي 2 اهو، كويس. 3 4، لا 3 بس، خلاص 3 بس. هل طريقة التدبر وطرح الأسئلة على الصور هل أفضل بالترتيب المصحف؟ هو إحنا الأول نتعلم المهارة، يعني طرح الأسئلة. طرح الأسئلة ده هنبدأ بالصورة صورة، إحنا يعني دلوقتي مش هنمشي سواء بترتيب المصحف أو بترتيب النزول أو لأ، إحنا دلوقتي أنا بقرأ سورة الفاتح، أنا عايز إن أنا أشوف الصورة اللي أنا بقرأها دي إزاي أنتفع بيها، يعني الآية واحدة سمعتها مثلا عايز أنتفع بيها، عايز إن أنا أجعلها تتنزل على قلبي وبالتالي إن أنا أعمل بيها، فهو ده الهدف. فهدفي إن أنا نيتي إن أنا الفاتح هي أم الكتاب، فأنا عايز أتعلم الصورة دي. طيب مش معقول إن الصورة اللي أنا بقرأها من أول ما ممكن في ناس من أول 3 سنوات حفظت الفاتحة وفيها يعني بدايات كثيرة جدا وأنا غافل عنها يعني. فهي دي النقطة، الفكرة مش موضوع بقى ترتيب الصور أو كده، كل دي مراحل هنتطرق ليها لاحقا. تمام، التدبر أسأل أسئلة وأحاول أجد لها إجابة أو أفهم. في الأول إحنا لا، قبل سؤال الأسئلة هحدد هدف، أنا عايز إيه أساسا من القراءة؟ يعني هل أنا مثلا عايز أتعلم حاجة معينة من الصورة؟ هنشوف الوقت إزاي الأسئلة هنسألها، بس هو في الأول أحدد الهدف. بدون هدف يعني أنا أريد أن أهتدي بهذا القرآن كده، أنا أريد أن أهتدي بهذا القرآن، ده هدف. وده الهدف الأمثل، إن أنا أريد أن أهتدي بهذا القرآن الكريم. وضعت ده الهدف قصادي، هتوقف عند كل آية إزاي أحصل على هذه الهداية. تمام، طب أنا عشان أوصل للكلام ده وأبدأ إن أنا عايز إن أنا أطور عقلي وأهيئ قلبي للتعامل مع القرآن الكريم، فبسأل أسئلة. سؤال الآيات ده مفتاح، ده المفتاح. الأسئلة دي بتخليني أقدر إن أنا لا بتديني تعايش مع الآية. يعني سؤال الأسئلة بيختلف عن قراءة التفسير، زي مثلا احنا بنتكلم في المحاضرة، انا لو قعدت اتكلم وانتوا ما بتفعلوش معايا خلاص احنا كده ما فيش استفادة اصلا، يعني الاستفادة مش هتزيد عن 10%. امتى يحصل في استفادة؟ لما يبقى في تفاعل من الجنبين، انا بتكلم وانت بتسأل او انا بسأل وانت بتجاوب او العكس، فبالتالي هنجد ان احنا لا احنا انا بعلمك حاجة مش عندك وانت بتعلمني حاجة مش عندك. مع الوقت المرحلة المتقدمة هنلاقي في حاجة اسمها مجالس القرآن، مجالس بقى القرآن بنقعد بقى كده مع بعض ونقعد نطرح أسئلة ونبحث ليها عن إجابات مع بعض ونلجأ للعلماء المتخصصين ونبدأ نطبق ونحس نفسنا بالكلام ده. فيبقى أول خطوة تحديد الهدف. عشان أوصل للهدف إزاي؟ يعني تاني سؤال بقى بعد، طب أنا إزاي هوصل للهدف بتاعي؟ أنا كده بدأت أطرح، طب الصورة دي لها علاقة بالهدف بتاعي ولا لأ؟ ده النقطة الثانية، هل بقى الصورة بس ولا كل آية؟ واضح يا أستاذ أماني معايا؟ طيب أنا هدي راحة 5 دقايق، هنحضر المصحف بتاعنا سواء بقى المصحف أو تطبيق على الموبايل عشان إحنا هنبدأ في الجزء العملي دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احنا قدامنا دقيقة بس أنا حبيت إن احنا يعني إيه ننبه إن لازم الجميع يشارك، سواء هو مشاركة كتابية أو صوتية أو كده حسب المناسب ليكم. كل واحد معاه المصحف بتاعه، لو يا ريت لو المفكرة أو اللي كتب فيها الأسئلة اللي أثرها. تمام، وزي ما احنا قلنا التدريب لازم فيه تفاعل من الحضور عشان تستفيد من الموضوع ده، فما تتحرجش اسأل.
هو المحاضرة كل يوم تلات، هو كانت الساعة 9 فاحنا خليناها الساعة 10 عشان صلاة التراويح، فالمحاضرة كل يوم تلات. تمام. طيب احنا ان شاء الله كده الخامس جاي عشان ما اطولش عليه. في البداية مين بقى هيبادر؟ في الأول مين محدد الهدف بتاعه من قراءة الصورة؟ كان في تمرين أنا بحدد الهدف وإثارة الأسئلة، فطبعا الأسئلة احنا اتفقنا هتبقى بدون إجابات، فاحنا هنكتب بقى الأسئلة على الشات، وهنكتب سواء بالصوت أو كده، والناس هتتفاعل معانا، وكل واحد يفكر كمان في الأسئلة اللي غيره عملها، ده هيبقى زي مجلس تدبر جماعي كده عشان يستخرج أسئلة تانية، يعني ما تكتفيش بالأسئلة اللي أنت بحثت فيها بس، لا شوف وتفاعل مع الإخوة والأخوات اللي هم وجدوا أسئلة، وفكر أنت برضو في الأسئلة دي، وإزاي الأسئلة دي تولد لك أسئلة أخرى. فإحنا إن شاء الله هنبدأ، هيبقى مثلا كل واحد كده هيتكلم او هيكتب ايه هدفه من الصورة وهو بيحاول ان هو يقرأها. يعني نبدأ ان شاء الله نتكلم على سورة الفاتحة. اللي مش حضرش معانا المرة اللي فاتت خلينا ندخل في التمرين مع بعض والصورة كلنا حافظينها. يعني مين يا جماعة اللي هيبادر؟ بس أنا مش عندي أسئلة في سورة الفتح، فكري في أسئلة. ما هو اللي أنت فاهماه ده لازم فيه أسئلة، يعني إيه موضوع السورة الرئيسي مثلا؟ إيه اللي أنا عايز أصلا؟ طب إيه هدفك من قراءة السورة؟ يعني تقرأي سورة الفاتحة، إيه هدفك من قراءة السورة؟ خلينا الأول نتكلم في الهدف. ماشي، يبقى الفاتحة هي أم القرآن وهي أعظم سورة في القرآن الكريم. جميل يا أستاذ بشار، بس فين الهدف برضه؟ يعني أنا كحسن أو كبشار إيه هدفي بقى من أنت اديتني معلومة. جميل جدا، ده هنقول إن هو ده زي تفسير كده، إحنا فهمنا إن السورة بتتكلم عن كذا أو مقصدها كذا، إيه هدف أنا بقى من القراءة؟ في مثلا تعظيم التوحيد لله، هي الشافية الفاتح. تمام، ليه الفاتحة أعظم سورة؟ ده سؤال ممكن يكون هدفك، أنت عايز تعرف أستاذ أحمد حسام ليه الفاتحة هي أعظم سورة. تمام، إتقان مخارج الحروف وأحكام التجويد خاصة أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ده جميل جدا، بس إحنا في الدورة دي مش بنناقش أحكام التجويد، إحنا الدورة دي خاصة بالتدبر. مهم إن القراءة الصحيحة طبعا، ده ركن من الأركان، ولكن انا هنا مش معني اصلا بان انا اصحح التلاوه ليك او لا، انا معني بعد لما انت تجاوزت المرحله دي انا عايز ان انا ازاي استفيد من السوره، ازاي اطبقها، ازاي استخرج الايات. ففي ناس كاتبه طلب الهدايه للصراط المستقيم، ده جميل جدا، ده ايه صريحه في السوره، وده معنى كده ان هو ده من خلال قراءه السوره التوحيد واليقين اشتملت على الثناء على الله وتمجيد سبب بدء المصحف به، ده ممكن هنقول ان ده سؤال، يعني سبب بدء المصحف بسبب بدء المصحف ده هنعتبره لماذا بدأ المصحف مثلا. وفي اسئله اصلا بعد كده هتلاقي ان في اسئله هتفيدني وفي اسئله مش هتفيدني، يعني مع الوقت هنتعلم ازاي نسأل. ليه الفاتحه ركن في الصلاه؟ تمام، الهدف من قراءة الصلاه هو التعرف على واجبات المسلم تجاه خالق. تمام، يبقى انا لا انا بقول انا عايز الهدف هدفي أنا، فأنا ممكن أقول أنا أريد أن أقرأ سورة الفاتحة لأتعرف على واجباتي تجاه خالد، الهدف ده شخصي. خلينا نتكلم تاني في النقطة دي، الهدف شخصي، ليه؟ لأن أنا هطبقه، والهدف ده هو اللي هيخليني الأسئلة هتتمحور حواليه عشان أصل ليه، فأنا مش هتكلم على حد تاني، أنا أقول الهدف، يعني هنغير الهدف، الهدف الأستاذ أو الأستاذ هي كاتباه. يبقى الهدف من قراءة الفاتحة هو تعرفي على واجباتي كمسلم تجاه خالد. اتفقنا؟ يبقى احنا كده بنصحح الهدف وبنصحح من اللي احنا قلناه. وفيها بيان أن الله هو المعبود والمستعان.
تاني، انا دلوقتي احنا مش بنثير الاسئله، عايزين نشوف ايه الهدف من قراءه السور. انا عايز اضع لنفسي هدف، يبقى ممكن نقول التعرف على الله سبحانه وتعالى مثلا، ده يعني برد على سبب الشر، اخلاص النيه لله، ماشي ده ممكن يكون هدف. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ ده سؤال احنا لسه ما بدأناش الاسئله، يعني احنا بنتكلم على تحديد هدفي من السور. فيه توجيه العبادات اللي ان يسألوا الله وحده الهدايه الى الصراط المستقيم، يبقى انا برضه زي الهدف، يبقى انا سؤال الله الهدايه الى الصراط المستقيم او الهدايه الى الصراط المستقيم. تمام يا استاذه فريده كاتبه الفتحة تقربني من الله، في تكرارها سأزداد قربا من الله وأستشعر عظمة الله تعالى. دي ممكن نطورها أهداف زي نقول إن أنا هدفي إن أنا أزداد قربا من الله سبحانه وتعالى واستشعار عظمة. تمام، إن ربنا يكرمني في حياتي. تمام، هنشوف أنا عايز برضو يكرمني في حياتي من جميع النواحي، اللي هي برضو إيه النواحي؟ ما هو خلينا الهدف لازم أقيسه، فأنا أقول أنا وصلت الهدف ده ولا لأ؟ يعني طب محتاج إن أنا ما هو الهدف ده يخليني إن أنا ابحث في الصوره واثير اسئله وابحث عن اجابات، فلازم اكون محدد النواحي دي. ممكن ان اكون هدفي هو توضيح علاقتي مع خالقي عن طريق معرفه الواقع. ممتاز جدا، ده هدف ممتاز جدا، حضرتك هتكتبيه. تمام، وده هيبقى بدايه التمرين بتاعك. يبقى كل واحد بعد ما هنصحح الهدف اللي احنا عملناه ده تمرين، هيبقى نفس التمرين المره الجايه، بس هنستفيد ده من الجانب العملي اللي احنا عملناه النهارده. هنكتب الهدف بتاعنا بعد ما نصححه، يبقى الهدف هدف هيكون محدد وهدف شخصي، يعني انا اللي بقول الهدف بتاعي اتكلم عن حد تاني، عشان ده بناء عليها يتم اثاره الاسئله وبناء عليه يكون الاجابات اللي هبحث عنها بعد كده. تمام، انا هدف الفاتحه انها فاتحه لي مثلا في الامتحانات والاستعانه بالله. تمام، يبقى هي اياك نعبد واياك نستعين. تاني يا جماعة، نقول الهدف تاني. كل واحد كده حدد هدف. طيب اللي حدد هدفه يكتبه، يعني كل واحد بقى، يعني احنا كام واحد دلوقتي؟ 22 او 21، كل واحد هيكتب الهدف هو وصل له ولا لا. كل واحد هيبقى فيه مشاركة واحدة بس هيكتبها دلوقتي، يفكر في الهدف ويكتب، اللي جاهز يكتب هدف. طيب خلينا واحدة واحدة كده. أنا هدفي، هنبدأ من أستاذة ثناء، هدفي أن الفاتحة تكرارها دواء للمرض. تمام، المرض ده ممكن يكون مرض قلب، إن أنا بصلح قلبي، عشان أنا أحاول بقى إن أنا أخلي لك الهدف كمان أكثر دقة وأكثر شمول. ان انا ممكن ان انا اخلي الهدف بتاع ده المرض ده سواء مرض عضوي او مرض يعني قلبي، ان انا اريد ان ممكن يكون مرض شهوات او شبهات او مثلا يعني معاصي ان انا برتكبها، فانا عايز ان تكرارها يكون دواء للمرض ده، فبناء عليه هبقى اخلي الاسئله بتاعتي تبع الهدف ده. واضح يا استاذه ثناء؟ يبقى انت هتخلي الهدف بتاعك يبقى الفاتحة تكرارها دواء لكل الأمراض بقى، سواء بقى عضوية أو نفسية أو قلبية أو شهوات أو شبهات. تمام، فاكتب بقى الهدف عشان ده اللي هتسلميه في الواجب اللي جاي. خدينا واحدة واحدة كده، احنا كده بدأنا بأستاذ ثناء، هدف الهداية للصراط المستقيم. أستاذ بشار جميل جدا، اكتب هدفك وشوف انت شايف ايه هو الصراط المستقيم، هل اللي هتبحث عنه، وبالتالي هتقول انا كده بدأت على الطريق، لان هو الصراط المستقيم انت بتبقى على الطريق وبتفضل تكمل فيه وتراجع نفسك فيه، فده حاجة عملية مستمرة. فاتحة شافية، لا انا برضو استاذ اماني حاولي تكتبي الهدف بطريقة يعني احترافية شوية، يعني هو فكري فيه شوية ازاي نتصيغي الموضوع، يعني هل ده برضو شفاء من الامراض؟ طب ايه الامراض اللي هي برضو زي ما احنا اتفقنا، يبقى زي نفس هدف الاستاذ ثناء، الاطمئنان.
تمام. لا لا، ما هنكتب الهدف بصيغه فعل، ان مثلا اصل الى الاطمئنان مثلا في جانب كذا، مثلا الرضا مثلا بالرزق. يعني الاطمئنان ده محتاجين ان احنا نشوف برضو، نحدده اكتر عشان تقدر تقيسني، التعرف على الصراط المستقيم والالتزام به. تمام، مناجاة الله. تمام، بس هو برضو ما هو مناجاة الله، انا عايز اصل لحاجة. انا عايز الله سبحانه وتعالى، ده جميل جدا، ده تستشعر معايير الله سبحانه وتعالى. فممكن نخليها يبقى بدل المناجاة فقط يبقى استشعار معايير الله سبحانه وتعالى، فبالتالي مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل أفعاله. فكده ممكن نطور الهدف يبقى يعني أقوى شوية. فتح الباب إلى خالقي عن طريق معرفة الواجبات، يبقى أنا عايز أعرف إيه هي واجباتي. تمام، معرفة سر الفاتحة، لماذا نكرر الفاتحة دون أي سورة أخرى في كل الركعات. تمام، بس برضو محتاجين ده هيعود عليك بإيه. يعني أنا عايز أعرف في الآخر إمتى تقولي إنك وصلتي، لأن هو كده إحنا أشبه بالتفسير. لأ، أنا مش بتكلم على التفسير، أنا عايز حاجة هتأثر في قلبي، يبقى بالتالي أنا هحس باستفاعة، عايز أحس بتغيير. عايز كلما يعني قرأت لا، القلب بتاعي بيتأثر تأثر معين، ده اللي أنا أقدر أقيسه. لكن إحنا لو خرجنا معانا، إحنا ممكن نشوفها دي في كتابه نقرأه وعرفنا المعلومة. الفكرة مش معلومة، الفكرة تعايش. أنا مش عايز معلومة، المعلومة ممكن نجدها في كتب التفسير. إحنا محتاجين يا جماعة تخلق بالقرآن، محتاجين تنزيل القرآن على القلب. تعايش، اعتبر إن أنت بتتفرج على، يعني هو ليه القرآن فيه تصوير وليه فيه سورة الجنة ونعيم الجنة؟ هو عايزك تتعايش مع الموضوع. كان يعني ممكن نقول إن فيه جنة وفيه نار، لكن لا، ده فيه صور كاملة، فيه صور كاملة بتتكلم عن نعيم الجنة والمتعة اللي موجودة في الجنة، وفي نفس الوقت بتتكلم على عذاب النار وبتتخيل الصورة بتاعته. فعايزين نتخيل، نستحضر كل حواسنا في الموضوع. فزي ما احنا قلنا، انا مش ببحث عن معلوم، الهدف مش بحث عن معلومة، الهدف تعايش عشان اصل لي. انا بعد الدورة دي هقول انا الهدف ان انا اصل الى الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده طريق جدا، انا وصلت الى بداية هذا الطريق، وان انا بحاسب نفسي بيه وبراجع نفسي عليه، ومن مزايا الصراط المستقيم ده هو صراط مستقيم، فهو يعني هو طريق انت ماشي فيه، فان انا لا احيد عنه الى الممات، ده هدفي. واضح؟ طلب استفتاح وانشراح القلب من الخالق، اهتدي بالفاتحة ففيها طريق الهداية وتحقيق التوجه إلى الله وحده بكمال العبودية. تمام، يبقى احنا كده هدفنا الهداية برضو إلى الصراط المستقيم ومعرفة الله سبحانه وتعالى. إذا كنت مريضة أكررها، أشعر بالراحة وكل راحة قلبية تدخل إلى جسدي. ده جميل، بس ده جانب واحد بس للمرض ده. المرض العضوي ده أخف الأمراض. المشكلة عندنا مثلا مرض الغفلة، ده مرض خطير جدا، لأن الغفلة دي بتحرمني أصلا من استشعار القرآن الكريم واستشعار معية الله سبحانه وتعالى. فإن أنا عندما أغفل فالشيطان ينفرد بي، فبالتالي يعني هو يبعدني عن الصراط المستقيم، يصرفني عن هذا الصراط المستقيم. فالمرض يعني هنعتبر ان المرض العضوي ده جزء بس. فالمرض القلب، او مش هنقول ان هو مرض، خلينا ان احنا نقول عايزين نخليه افضل، عايزين نخلي القلب، يعني عايزين نبقى اولي الالباب. تمام، استشعار معنى الحمد، جميل جدا، ده هيبقى حاجة عظيمة جدا، وده محتاج جهد كبير جدا، لأن معنى الحمد ده كل حاجة هتجدي فيه. يعني في الحمد في السراء والحمد في الضراء، الرضا فده داخل معايا معاني كبيرة جدا، وربنا يوفقك لذلك. يعني تفتح لي المقاليق والفقر إلى الله وطلب الاستعانة به.
ده جميل جدا، يبقى طلب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ده ممكن ده هدف، يعني كل واحد من دي هدف، فبالتالي إن لن أستعين بأحد غير الله سبحانه وتعالى، فبالتالي إن أتوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله، فمطلوب مني إن أنا أعمل التوكل الصحيح، إن أنا أعمل وأنا أتوكل على الله سبحانه وتعالى، أبذل قصارى جهدي وأنا أتوكل على الله سبحانه وتعالى. فأحاول أن أتدبر أكثر ويعني وأعيد تكرار الصورة أكثر بحيث أن أنا أصل إلى هذا المعنى. أشكر الله على نعمه وهدايته، جميل جدا، أعرف الطريق المستقيم وكيف أصل إليه وكيف سأثبت عليه. هو دي نقطة مهمة جدا، أن هو الطريق ومش الوصول إليه فقط، ولا يعني الوصول إليه والثبات عليه. بارك الله فيك. معرفة صفات رب العزة وطلب المعونة، تمام. هو صفات رب العزة احنا يعني هنشوف اللي هو على حسب اللي هو المستوى اللغوي بتاعنا والمستوى الديني بتاعنا، فاحنا هن يعني فسنتعلم من صفات الله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه، ليس كمثله شيء. الله سبحانه وتعالى هو يعني مثلا أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وأثرها علينا، وإن إحنا بنطلبه وبناجيه بكل إيه معنى، اهدنا الصراط المستقيم وإياك نعبد وإياك نستعين، زيادة الخشوع في الصلاة، وجعل الفاتحة منبه لي من الغفلة. ده ممتاز جدا، ده هدف ممتاز، إن أنا عايز إن أنا يعني لا أكون من الغافلين، وبالتالي بعد كده هكون لا يعني مش ان انا هخرج من الغفله بس، لا ده انا هبدا اكون مؤثر اصلا، انا هكون داعي الى الله سبحانه وتعالى، يعني ان انا ساتعلم هذا القران واعلمه، فبدايه الموضوع ان انا اخرج من الغفله، تمام. ان تكون هي افتتاح لكل عمل الي باسم الله عز وجل وحمده على كل ما انا فيه، تمام. طيب، هو انا طلبت منكم ان احنا يبقى معانا المصحف ومعانا المفكره اللي احنا بنكتب فيه، فبعد ما هنصيغ الهدف ده هنكتب الهدف بتاعنا، لان التمرين المره الجايه هيبقى اثاره اسئله في الصوره ومحورها هو الهدف اللي انا حطيته، عشان بعد كده هنشوف ازاي هنصل للهدف ده. اتفقنا يا جماعه؟ يبقى كل واحد هيكتب الهدف بتاعه اللي احنا اتفقنا عليه الوقت كده، عشان التمرين الجاي هيبقى نفس التمرين اللي فات، ولكن في البدايه نكتب الهدف اللي احنا اتفقنا عليه فوق، وبعد كده انا هبدا اثير اسئله حوالين الصوره محورها الهدف، يعني انا حاطط الهدف في ذهني وبسال اسئله ازاي انا عايز اصل كل ايه بقى ازاي هتوصلني لهذا الهدف، وبرده مش هنجد اجابات، الاجابات بعد كده هنلاقيها في ان انا هتدبر على مستوى الكلمه، يعني مثلا عندما هنبحث بقى هو ايه هو الصراط المستقيم في القران اصلا، فده ده بحث على مستوى الكلمه وبحث على مستوى الايه لها سياق، استشعار قرب الله ومناجاته. تمام، استشعار قرب الله ومناجاته. طيب، يعني برضو استشعار قرب الله، يبقى انا هخلي يعني برضو عايز انا كهدف هقيسه ازاي؟ يبقى كده انا بستحضر معيه الله سبحانه وتعالى، يبقى انا كل افعالي يعني ساحاسب نفسي بقى على هل هذه ستقربني والله سبحانه وتعالى ام تبعدني عنه. تمام، إذا كنت حزينا أكرر سورة الفاتحة، تمام، ده زي ما احنا اتفقنا، يبقى ده يعني هنقول مرض من أمراض القلب اللي هو مثلا الحزن، وإن أنا أريد أن أقطع، أنا أريد يعني أن أكون ينشرح صدري بهذا القرآن الكريم، فزي ما احنا قلنا إن هي بتعالجني من الأمراض كلها، منها مثلا مرض الغفلة، مرض القلب، مرض عدم التوكل على الله سبحانه وتعالى، مرض عدم الرضا. ماذا أقرأ إذا كان عندي مرض وعايزه يزول؟ في الإسلام أنا مش فاهم السؤال، يعني لو تشرح أو لو عايز تتكلم، ويا ريت يا جماعة يعني ممكن هو باقي 10 دقايق، فلو في مشاركات بقى صوتية بحيث إن إحنا هننهي الحلقة على كده، فخلينا برضو نتفاعل صوتيا عشان يبقى إحنا حضرنا كل حواسنا وعشان الناس التانية تستمع معانا. طب استاذ اسلام، لو عايز شيء، ده سؤال ولا ده حوالين الهدف؟
هو القرآن الكريم نفسه أصلا هو يعني هو في شفاء، بس عندما تقرأه بقى إن أنت بنيت إن يعني إيه ممكن في شبهة معينة عندك، أو مثلا يعني أنت بتمر بضائقة ما، ويعني والشيطان سأقول لك إن هو مفيش مخرج ليها، فأنت عايز تخرج من هذا المأزق، فبالتالي بترجع إلى الله سبحانه وتعالى. وزي ما إحنا قلنا بنلح الله سبحانه وتعالى بالدعاء، بنتوكل على الله سبحانه وتعالى، بنبحث أصلا هل في يعني زي ما احنا قلنا التقوى هي مخرج ليا من كل ضيق اصلا، فبالتالي هل ازاي اصل الى هذه التقوى؟ طيب مين هيشارك صوتيا بقى؟ احنا عرفنا الواجب بتاعنا، اتكلمنا احنا هنلخص اللي احنا اتكلمناه، قلنا التطابق ان انا بعد ما بفهم المعنى الاجمالي ببدا ابحث كيف استفيد من هذه الصوره. طيب انا محتاج ان انا اهيئ نفسي واهيئ قلبي، ان احنا في الاخر هو محور الموضوع ده هو القلب، فاذا انا قدرت ان انا اهيئ القلب فانا هقدر ان انا اصل الى يعني زي ما نقول ان انا هجد اثر اكبر، فان القلب ده هو محور الاداء، والقلب ده هو اللي هيحرك الجوارح فتخليني اعمل بهذا القران الكريم. طيب خلينا نجمع كده اللي احنا هنقوله المرات اللي جايه، يعني عشان اتطبق القران محتاجين صحه القراءه، محتاجين نقرا بصراحه عشان افهم المعنى، يعني التأني في القراءه والترتيل. عشان كده هو باشمهندس احمد قال لك ان هو لا، اما تكون القراءه سريعه هو مش لاحق يسال الاسئله، فبالتالي هو مش قادر يستفيد زي ما قعد ان هو يكرر القراءه لوحده وينصت ويستمع في التكرار. تحليل المحتوى ده هيجي عن طريق بقى ان انا بطرح الاسئله، تمام؟ احنا دلوقتي حاليا بنطرح الاسئله، بعد كده هنحاول نجاوب عليها. المرحله المتقدمه مدارسه، يعني نقعد بقى مع بعض كده مستويات متقدمه، ونقعد بقى يا جماعه احنا اهدافكم عظيمه كلها، فاحنا انا عايز اجمع اكتر من هدف، فانت كل اخ او اخت قدر يصل الى الهدف بتاعه، فنشوف بقى التجربة هو وصل ازاي، ونفضل نتدارس مع بعض. اطلاع على كتب التفسير، ان بعض الامور هنجد ان احنا لا محتاجين فيها كتب التفسير، فاحنا الفكرة دلوقتي ان احنا اللي احنا بنقوله بس ان احنا عايزين نتعايش اكتر مع الايات. فبعد ما لو المعنى واضح معايا انا عايز الاية هكررها 10 20 30 مرة، بحيث ان انا بستخرج فيها إذا في مراحل طبعا هتحتاج سؤال أهل العلم. محتاج إن أنا أحفز نفسي، بهيئ نفسي، فأنا بحفز نفسي وبستعد. تحفيز إن أنا لا أنا عايز دايما، ففي هدف عايز أوصل له، محتاج عشان نوصل للهدف ده بعمل شوية إجراءات عايزين نعمل إيه. إزاي بهيئ نفسي أو بحفز نفسي؟ أنا هدف الموضوع ده ان انا انتفع وامتثل، يعني ايه؟ يعني انا الايه هقرا الايه او استمع الى الايه، فانا عايز انتفع بيها، ازاي اصل الى اقصى فائده من هذه الايه، تمام؟ طيب وازاي امتثل لها بقى؟ يعني اسمع الايه وفهمتها وفهمت معنى وتدبرت وعايز انتفع بيها، فهقول سمعنا واطعنا. سمعنا واطعنا دي فيها مجاهده، ان ولا نفسك هتسيبك ولا هواك هيسيبك ولا الشيطان هيسيبك، يعني انت عايز تصل الى الصراط المستقيم. هو الراجل يعني هو الشيطان يعني الكبر كبره دفع ان هو شايف ان هو احسن من الانسان، فعندما يعني رفض السجود هو شايف ان هو احسن من الانسان، فاقسم ان هو سيقعدن يعني لكل واحد فينا الصراط المستقيم، الطريق اللي انت شايفه ده هيوصلك، ده هتلاقي الشيطان موجود قاعد، الشيطان مش هتلاقيه موجود في أماكن المعاصي، خلاص هو عارف دخل صراعك برغبته، هو مش صديقه، هو مش عايز ده أصلا، هو ده خلاص ده نفسه هتقوم بالموضوع. هو رايح بقى أنت عايز تتعلم، أنت عايز تحصل جلسة للتدبر عشان تنتفع بالقرآن هيصرفك عنها، أنت عايز تقرأ القرآن هيشغلك بأمر آخر، أنت حتى عندما تبدأ تقرأ وتريد الانتفاع طب يجعلك تقرأ وأنت مشتت الذهن. تعظيم القرآن الكريم اللي احنا بنقرأه ده القرآن الكريم، كلما عظمته واديته وهو كتاب عزيز، ف
يديله أثمن الأوقات وشوف الأثر بتاعه. تستشعر خطاب الله سبحانه وتعالى، مين فينا في التمرين اللي فات استحضر أن سورة الفاتحة هي خطاب الله سبحانه وتعالى له؟ يعني تخيل كده وأنت تقرأ الفاتحة، سواء تقرأها خارج الصلاة أو داخل الصلاة، وأنت تتخيل أن الله سبحانه وتعالى يكلم. الإرادة والعزم، أنا لا يعني الموضوع محتاج مجهد، الموضوع يا جماعة محتاج مجهدة، الموضوع مش سهل. أو القرآن الكريم ميسر للذكر، هي الفكرة الاستمرار على الطاعة، الاستمرار على الوصول إلى الهدف. طيب حاجات برضه دي هتساعدنا، لأن هو الإشكالية في الموضوع ده حاجتين. أول حاجة إن أنا بخاف إن أنا أتدبر، أنا أصلا مش عارف إيه هو التدبر ده في البداية. ثاني حاجة إن أنا خايف إن أنا أتدبر، أنا خالط بمعنى التدبر ومعنى التفكير، فبالتالي أنا خايف إن أنا أتدبر. النقطة الثالثة أنا مش مستعد أصلا، أنا مش مهيأ لكده، مشغول، غافل، عندي اهتمامات أخرى، الموضوع ده ما اتطرحش عليا قبل كده، أول مرة أسمعه. يعني كلما تخففت من الماديات كلما يعني هتلاقي الروحانيات عندك بتزيد. يعني الماديات دي خليها هي بتأتي يعني لتعينك على على الحياة، مش هي أساس الحياة. تمام. حسن الاستماع والإنصات، عندما أستمع لا يعني بستحضر بقى القلب والذهن والعين والسمع وأفكر في الموضوع. اختيار وقت المناسب ده مهم جدا، وطبعا مفيش أنسب من وقت الليل. يعني معظم الناس خلاص انت بتبقى خلصت شغلك، مفيش تكاليف عليك، فبتبدأ تختار ان نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مفيدا. البعد عن مجالس اللغة، تمام، بأفرغ قلبي من الشوارع. خلينا نطبق الكلام ده واحنا بنتدبر. يعني في البداية خلينا الربع ساعة اللي هنتدبر فيها نحاول ان احنا ندرب نفسنا على كده، بعد كده هتلاقي الربع ساعة دي بقت نص ساعة، بقت ساعة، ويمكن ربنا يكرمنا وتبقى هي هو دي حياتنا. الدعاء وسؤال الله الفهم، حسن التلاوة والترتيل، ده اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة. زي ما احنا قلنا ان التمرين بتاعنا احنا اتفقنا على الهدف، كل واحد فينا الهدف بتاعه ده هيكتبه، طالما ان احنا ما تخرجش من الجلسة دي قبل ما تكتبه عشان ما تنساش. عندنا نفس التمرين هنكرره، قراءة الصورة أكثر من مرة، وإن أنا أجعل الأسئلة بتاعتي تصب في الهدف. يعني إزاي إن الهدف، إزاي إن أنا أوصل من خلال الأسئلة بتاعتي للهدف، وزي برضو ما اتفقنا أنا بسير أسئلة ومش هجاوب عليها دلوقتي. أنا كده خلصت، وبشكركم لو حد عنده أسئلة. موضوع الهدف ده إحنا ممكن ناخد فيه دورة كاملة، يعني هو ما تتقلوش بيه، يعني ده هو محور الموضوع. إن كلنا بنقرأ القرآن الكريم، كلنا بنقرأ، إحنا عايزين بقى يعني نبدأ نضيف أشياء ما كناش بنعملها، فإحنا هنا عشان نتعلم حاجات ما كناش بنعملها، أو اللي كان بيعمل حاجات نوصلها لدرجة أفضل. أي تفسير يفيدنا ولا تفسير معين؟ هو أنا يعني هو أنا بنصح إن إحنا من إحنا سورة الفاتحة إنها أنا مش عارف أجيء فيها سورة التفسير. انا عايز دلوقتي يعني انا بعمل ايه، انا لن ابحث على اجابات، انا اريد ان اسال اسئله. فدي التفسير، هتلاقي ان انا بسال اسئله حوالين التفسير مش حوالين الايه. انا مختار صوره احنا كلنا حافظينها وعارفين معانيها بالمعنى الاجمالي، فانا عايز اتعايش مع الايه. وكل الكلام موجه، يعني القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى وأنزله يعني نهتدي به، فكل الكلام موجه بدرجة من الدرجات، لإما إن أنا هو أمر أو نهي أو مثلا وصف الله سبحانه وتعالى، أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو صفات للمؤمنين أو صفات للكافرين. فكل الكلام موجه، الفكرة إن أنا كيف أستفيد به، كيف أستشعر بهذا الكلام، كيف أتعايش معه. طيب من الواضح ان مفيش اسئله، انا بشكركم، وان شاء الله ميعاد المحاضره الجايه يوم الثلاثاء الساعه 10. ما تخلوش التمرين لاخر، ابداوا في التمرين من دلوقتي، احنا كتبنا الهدف، فخلينا كل يوم من هنا لغايه ما نسلم التمرين بنثير اسئله حوالين الهدف ونكتب الكلام ده
ده مهم جدا، وإن شاء الله نستفيد كلنا. المحاضرة الجاية هنكمل فيها موضوع الأسئلة، وهنبدأ ننوه على دلوقتي كيف أتدبر على مستوى الكلمة، لأن إحنا هنبدأ خلاص أنا بقالي أسبوعين بسأل أسئلة، فعايز بقى إزاي هجاوب على الكلام ده، يعني متشوقين أكيد كلنا كده.